تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حوار اليوم. تأتي ذكرى نكبة فلسطين في هذا العام في ظل تحديات جديدة تستهدف القضية الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني المقبل على وعد بلفور جديد قدمته السياسة الخليجية باسم الجامعة العربية المسروقة وأمينها العام المطوع في ظل انشغال الحواضر العربية بتحديات الإرهاب. نرحب بكم، وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ أنور رجاء المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. أهلا ومرحبا بك أستاذ أنور. الحديث عن نكبة فلسطين طيلة هذا اليوم كان من على هذا المنبر، وأيضا منابر عديدة ربما كانت مراجعة نقدية ل65 عاما، ربما تسليط الضوء على العديد من المحطات، لكن تبقى النكبة هي الحدث المؤسس للقضية الفلسطينية. أستاذ أنور، لعل يعني إطلالتنا الأولى على حدث النكبة تكون أنه بعد 65 عاما، يعني هل تحقق شيء من الذي سعى إليه النضال الفلسطيني؟ بدأنا بموضوع التقسيم إلى حل الدولتين، الآن إلى تبادل الأراضي، هل هو اتجاه يعني باتجاه التنازل أكثر أم تصاعد من وجهة نظرك؟ أين فلسطين الآن بعد 65 عاما؟ يعني هو سؤال صعب، صعب على الفلسطينيين، صعب أن يسأل الفلسطيني نفسه هذا السؤال أيضا، أنه أين نحن من فلسطين؟ أين هي فلسطين الآن؟ وشعبنا قد قدم مئات آلاف الشهداء والجرحى، دخل سجون الاحتلال الصهيوني أيضا مئات الآلاف، منهم من استشهد داخل السجن، منهم من خرج، دخل وخرج مئات الآلاف. مخيمات العودة، هذه المخيمات سواء كانت في لبنان أو الأردن أو سوريا، ينام الفلسطيني ويصحو كل يوم على حلم العودة. 65 سنة، العواصم العربية وخاصة المحيطة في فلسطين امتلأت القبور فيها بالحالمين إلى العودة، مقابر الشهداء في مخيم اليرموك، في مخيمات الأردن، في مخيمات لبنان، امتلأت أيضا بالشهداء الذين ذهبوا وقاتلوا واستشهدوا على ضفاف فلسطين، على حدودها، في داخلها، والذين أيضا جاء العدو إلى مواقعهم واشتبكوا معه. بمعنى هذا السؤال يحمل شيء من التراجيديا، من الدراما الإنسانية اليومية التي يعيشها الفلسطيني. كبار السن الذين خرجوا من فلسطين على أمل العودة بعد أيام، بعد أسبوع، وقد قالت لهم الحكومات العربية منذ عام 36، الثورة الكبرى، الثورة الفلسطينية الكبرى، الإضراب الشهير، أطول إضراب في تاريخ العالم، إضراب مفتوح 6 أشهر، منذ كان الاحتلال الإنجليزي يحكم فلسطين، اسكنوا، هكذا قال الملوك والرؤساء العرب لهم، اخلدوا إلى السكينة والراحة واتركوا الأمر علينا، نحن نتدبر هذا الاحتلال الإنجليزي. أنا أتحدث عن 65 عام من المواجهة اليومية مع العدو الصهيوني، ولكن نحن عانينا من خلال الاحتلال الإنجليزي، الانتداب الإنجليزي الذي سلم هذه الأرض المقدسة المباركة للصهاينة، هيئ لهم كل العوامل المادية والسياسية ليعلن هذا الكيان عن إنشاء دولته على حساب أرضنا. فهذا الفلسطيني الذي كان يتأمل من هؤلاء الحكام العرب، من هذا النظام الرسمي العربي أن يعود، خاصة أنه عندما أعلن الكيان الصهيوني عن نفسه، جرى اجتماع للحكومات العربية وشكلوا جيش الأنقاذ، هذا في عام 1947 وقالوا التقسيم باطل. هذا في موضوع التقسيم، اجتمعوا ورفضوا التقسيم، لكن عندما بدأ الاشتباك وإعلان الدولة اليهودية أو الكيان الصهيوني، 7 جيوش عربية
بعضها كانت هذه الجيوش لأنظمة وليدة، يعني لم تحصل على استقلالها إلا منذ عام أو عامين، وبعضها يعني كان يتخبط لوضعه الداخلي. كل الأنظمة العربية إجمالا كما تعلمون التي نتجت عن سايكس بيكو لم تحصل على الاستقلال الحقيقي بالمعنى الحر السيادي إلى هذا الوقت بمعنى أو بآخر، إلا استثناءات محدودة تحاول أن تعبر عن ذاتها كما هو حال سوريا اليوم. فلذلك الفلسطين كان دائما يتعلق بإمكانية أن يتطور الموقف العربي، أن يتحرك هذا العالم ويصحو ليعيد تصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق شعبنا بقرار دولي، أن يصحو هذا العالم على خطاياه ويعيد النظر من بوابة ليس التقسيم. هذا العالم أخذ قرار نعم نتيجة هيمنة العصابات والدور الإنجليزي في إقامة الكيان، أخذ قرار التقسيم عام 47. العرب رفضوه، جيد أنهم رفضوه، لكن هذا الذي رفضوه بال 47 سنأتي على أين أصبح يعني. لكن في وقتها يعني أستاذ أنور يعني الموضوع لم يكن يتعلق فقط بحكومات عربية، عندها يعني فتح باب لمتطوعين عرب ذهبوا فعلا للدفاع عن فلسطين وكان لديهم اندفاع للموت في سبيل هذه القضية. عندما نتحدث عن الأمة، هذه الأمة أعطت لفلسطين نبض قلبها، أعطت دماء أبنائها، أعطت من قوتها، أعطت من لنقل كل ما تملك هذه الأمة. يعني نحن لا ننسى أن عز الدين القسام ابن جبلة الذي اليوم هنالك كتائب باسمه داخل فلسطين ونتغنى بعز الدين القسام، يجب أن لا ننسى هذا التاريخ. أين استشهد ومن أجل ماذا؟ لا ننسى أبدا. يعني قد لا يعلم بعض السوريين أنه مثلا هنالك شارع في دمشق من تفرعات شارع الملك العادل باسم الشهيد إحسان كم الماض أو الماز كما يلفظه البعض. كل ابحثوا أسماء شوارع في دمشق تجدوا كثر من هؤلاء استشهدوا على أرض فلسطين، في صفد، في حيفا، في يافا، في عكا. لا ننسى أبدا هؤلاء، لا ننسى إطلاقا ما قدم من أجل قضية فلسطين من كل أبناء هذه الأمة. لكن لا شك أن ما قدم من البواب السورية ومن الشعب السوري الذي بقي على تماس مباشر مع قضية فلسطين حتى هذه اللحظة قدم الكثير. يعني جاءنا من المغرب العربي، جاءنا من كل البلدان، لكن كان الثقل دائما الجغرافي والسياسي والمادي والبشري هنا من سوريا. سوريا التي أعطت لثورة الجزائر، أعطت لكل الثورات في العالم، أعطت لفلسطين أولا لأنها تعلم أنها حرية سوريا الحقيقية، واستقلال هذه الأمة لا يمكن أن يكون إلا بتحرير فلسطين وكنس هذا الاحتلال الصهيوني. لكن اسمح لي أن أقول أنه نحن دائما نتحدث عندما تحل ذكرى النكبة أو أي شأن يتعلق بطبيعة الصراع مع هذا العدو، نتحدث في التاريخ، لابد من استحضار التاريخ. ولكن عندما نقول 100 عام من الصراع منذ أن بدأت الفكرة الصهيونية تتدحرج وتجد من يعمل ويروج لها سواء على يد العثمانيين أو على يد الدول العظمى والذي لعبت ببريطانيا دور محوري في هذا الشأن، أو نتحدث عن الوقائع. التاريخ حافل، يعني هذا الكيان الصهيوني تحقق بفعل المجزرة، كيان قام على مجزرة، تهديم القرى، تدمير القرى، بقر بطون الحوامل، قطع رؤوس الأطفال، هذه الثقافة الصهيونية لإلغاء الآخر التي نعيش طبعا بعض تجلياتها اليوم أيضا من خلال المشروع الصهيوني المستمر.
هذا التاريخ حافل كثيرا في باطن الكتب وأيضا في الذاكرة لمن يريد أن يقف على أرض صلبة عندما يستعيد مجريات الواقع والتاريخ القريب. يعني نحن نتحدث عن عقود من الزمن. يعني اسمح لي مثلا هنا أن أقول كيف يفكر كان العدو بهذا الشأن لنقفز إلى وضعنا الراهن. مثلا بن غوريون في يومياته يقول نحن نحتاج إلى الدقة في الوقت والمكان والإصابات، ويتحدث عن طرد شعب فلسطين. إذا توصلنا إلى معرفة الأسرة فلنضرب دون رحمة دون شفقة، وخاصة النساء والأطفال. هذا في يومياته المكتوبة. وإلا جاء رد الفعل غير فعال، وفي موقع الفعل لا حاجة أن نميز بين المذنب والبريء. هذا هو العدو. يقول عن دير ياسين شكلت عاملا مساعدا على الانهيار اللاحق للعمق العربي، مجزر الدير ياسين. يعني نحن عندما نتحدث عن يعني دائما كان العمق العربي هو موجود في كل خططهم حتى لو كانت يعني لسنوات وسنوات قادمة. نعم سيدتي. فبالتالي عندما نقف على هذا التاريخ يجب أن نقف على طبيعة ما نواجهه اليوم، يجب أن نقف على ما أنتج اليوم هذا النظام السياسي الذي يتحكم بالعالم، هذا النظام السياسي الإقليمي، هذا النظام السياسي الرسمي العربي. هل هو بواقعه اليوم ناتج عن وقائع داخلية أم نتيجة هذا التأثير، هذه الغزو الصهيونية للمنطقة؟ هل ما نعيشه اليوم غير متصل بالماضي؟ نحن لا نريد يعني مثلا أن نستحضر أسماء القرى التي هدم العدو، لا نريد أن نستحضر المجازر التي ارتكبت وهي كثيرة. نعم العرب حاولوا، ورغم أن النظام الرسمي العربي في البداية لم يكن مهيئا رفض التقسيم. الأمة العربية أعطت لهذه القضية الكثير، ولكن هذه القضية الفلسطينية منذ 65 سنة حتى اليوم تتآكل. هذه القضية الفلسطينية في الإجابة عن السؤال، هذه القضية الفلسطينية تشعري أنها في المصطلح السياسي، في القاموس السياسي، في المعادلة السياسية الرسمية العربية، هي تتسرب من بين أصابعنا، تتسرب حقيقة من واقعنا اليومي، نشعر وكأنها باتت مثل الرمال. هذه فلسطين حقيقة تاريخية، حقيقة جغرافية، هذه قلب الوطن العربي، هذه في قلب هذه الأمة، هذا الكيان الصهيوني بكل ما يملك الآن من تفوق عسكري، من مشاريع سياسية وثقافية للهيمنة على المنطقة. ماذا يقولون هم في موضوع المنطقة؟ ماذا يقول؟ يقول مثلا نحن في أعقاب انتصار 67 كما يفهموا وهزيمة 67 وقف موشي ديان على مشارف القدس ليقول لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يثرب في أرض الحجاز وإلى بابل التي سبي منها اليهود. هكذا هم ينعشون ذاكرة التوراة والأكذوب التي بني عليها هذا الكيان ليقول وفي طريقنا إلى بابل. طيب جولدا مائير عندما زارت طابة بعد الصلح، هذه طابة المصرية، ماذا قالت؟ هنا أشم نسيم يثرب في أرض الحجاز وخيبر، وتسمع البعض يهتف ويقول خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. هذا الجيش الذي سوف يعود عاد ليقتل بنا في مخيم اليرموك ويدمرنا في مخيم اليرموك وحندرات ومخيم سبينة، ويهدد مخيم خان الشيح، ويهدد ودمروا مخيم درعا. هذا الجيش الذي يقولون عنه باسم محمد،
صلى الله عليه وسلم، لكنهم يبدو دينهم ومحمدهم. هذا الجيش نعم هو الذي يقطع رؤوس الأطفال نعم في حلب، في كل مكان يصل إليه يحرق يقتل على طريقة هولاكو والتتار. فهذه هي الثقافة الصهيونية التي اليوم تعيش بيننا. إذا فلسطين بواقع الحال، إذا أردنا أن نتحدث ثقافيا، سياسيا، رسميا، طبيعة التعاطي مع هذا الكيان، هل هو كيان غاصب؟ هل هذه الأرض لنا؟ بعد 65 سنة يسأل ويطرح هذا السؤال. هل يمكن أن يطرح هذا السؤال؟ هو يطرح عندما يقال اليوم أننا قبلنا بحل الدولتين. إذن السؤال مطروح. لكن من يقول؟ يعني من المخول؟ من خول من قال إننا نقبل بحل الدولتين أن يقوله؟ هل المعني بالقضية حقيقة؟ خولته الهزيمة. هذا منطق الهزيمة. الهزيمة التي راكمها النظام الرسمي العربي. الهزيمة التي يشعر النظام الرسمي العربي أن قضية فلسطين قضية كبرى. قضية فلسطين تحتاج إلى آليات وعدة وعتاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه تحتاج إلى ثقافة المعركة، ثقافة المقاومة، تحتاج إلى اقتصاد المقاومة، وإلى إعلام المقاومة، وإلى تربية الجيل، تربية على تربية المقاومة. لكن الذهاب إلى الشرق الأوسط الجديد، الذهاب إلى العولمة، هذه الأمة عندما تحطم بهويتها ويغيب أننا أمة عربية أولا، وجاء الإسلام لجوهر هذه الأمة، هذه الأمة عندما يرى الإسلام السياسي الراهن أن هذا الشعار وهذا المبدأ وهذه الهوية لا معنى لها، عندما يصبح القول بالوحدة العربية شعارا زائفا ويجب أن يحارب، هذا ينتج التقسيم، ينتج الصلح والاستسلام، وأنتج لنا كامب ديفيد، لأن البديل لكامب ديفيد حرب 73، البديل لذهاب السادات إلى الكنيست بذل وخنوع وباسم العرب وباسم السلام وباسم أنه ذاهب ليفتح القدس وكأنه صلاح الدين، على صهوة ماذا؟ صهوة التنازل عن أرض فلسطين والتنازل عن حقنا التاريخي وإخراج مصر من المعادلة الصراع. فكان كامب ديفيد، أما بديل كامب ديفيد سوريا التي قاتلت، حزب الله الذي قاتل، الفلسطيني الذي قاوم وما زال يقاوم وملتزم مبدأ المقاومة كثقافة ومحور وليس ك حالة خاصة. نعم. لأن فلسطين لا يمكن أن تتحرر. نعم. وذكرت أنه الفلسطيني أن نصل لها، يعني الفلسطيني بدون هذه الأمة، الشعب الفلسطيني. نعم. كان واضحا منذ البداية أنه ذاهب إلى الكفاح بكل ما قالوا وبكل شعارات، وما زال يتمسك بهذا الموضوع حتى الآن. برأيك هل هذا الشعب اليوم هو المستهدف بغض النظر عن قياداته؟ هل هناك محاولات حثيثة لفك طبيعة العلاقة العضوية ما بين الشعب الفلسطيني وما بين تحالف المقاومة في المنطقة، أو حتى فكرة المقاومة بحد ذاتها؟ أنا احتراما لعقلي، احتراما لعقول المشاهدين، ولأننا نخوض حرب صعبة، هي حرب محاولة إدخال هذا العدو إلى عقلنا وروحنا وخبزنا اليومي، أصبح حقيقة نتعايش معها على أن هذا التاريخ الماضي كان مجرد أكذوبة، وأن دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل فلسطين من عز الدين القسام وغيرهم من عرب وعرب عرب كثر، مئات آلاف استشهدوا من أجل قضية فلسطين، ومن المغرب العربي ومن كل رقعة في الوطن العربي، من الجزائر، من ليبيا، من مصر العروبة، من كل مكان، من العراق، نحن في الجبهة الشعبية القيادة العامة، لأننا نؤمن بقومية المعركة. لم يكن هنالك عملية نوعية داخل فلسطين إلا وتكون فيها
مجموعة من زهرة شباب هذه الأمة لتذهب وتقاتل. يعني مثال، على سبيل المثال، أول عمل استشهادي بالساحة الفلسطينية عام 1973 في شمال فلسطين في قرية اسمها الخالصة، يسميها اليهود بالعبرية كريات شمونة، ذهب 3 فدائيين مزنرين بالأحزمة الناسفة. هذا هو الذي يذهب إلى الجنة ويذهب حيث بوصلة الجهاد الحقيقي. عام 1974 فلسطيني من مخيم اليرموك اسمه منير المغربي، خالد أحمد الشيخ محمود من مدينة حلب سوري، ياسين فزاع الموزاني مواطن عراقي من الموصل، هذا عام 73 قبل الانتفاضة بأيام عملية الطائرات الشراعية، خالد أكر من مدينة حلب الشهباء أذل الصهاينة في قلب معسكر الأبطال يسموه بالعبرية معسكر جيبور، التونسي ميلود بن الناجح نوما من صفاقس، هكذا نؤمن ويذهبون ويستشهدون. عندنا شهداء من ليبيا في قلب جبهتنا وأيضا كل فصائل المقاومة، فما بالك إذا ذهبنا إلى عز الدين القسام ورفاق عز الدين القسام وكل الذين شاركوا بالثورات الفلسطينية منذ العشرينات إلى الثلاثينات إلى اليوم، إلى هذا اليوم. أنا الشهيد اليوم الذي يستشهد دفاعا عن سوريا إلى اليوم. في أي مكان من سوريا، هذا شهيد فلسطين، هذا لأنه اليوم يواجه ويعاقب ويريدون له أن ينكسر ويذل لأنه وقف مع فلسطين. فذلك هو اليوم عندما يدافع عن هذه القلعة هو يستشهد من أجل فلسطين، هكذا نفهم المعادلة. لذلك أنا أريد أن من هذه المقدمة أن أكون صريح وواقعي، الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى عملية غسل دماغ، حاله من حال الأمة، بس إحنا علينا هجوم مكثف مركز سياسي ثقافي إعلامي ميداني. من يقوم بهذه العملية؟ هل فقط العدو الصهيوني؟ العدو الصهيوني عدو، وهذا العدو طبيعة الأشياء كعدو أن يستخدم كل وسائل القتل والإلغاء والتدمير، هو عدو. هذا العدو الذي ارتكب دمر القرى الفلسطينية، هذا العدو الذي قال تاريخيا أن هذه الأرض أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ودفعنا ثمن العدو أيضا الدولي الأممي الأوروبي، هذا العالم المنافق الذي أراد أن يتخلص من النفايات والحثالات التي صنعها برأس المال اليهودي وباتفاق على توريد اليهود إلى فلسطين، يعني تحت شعار الأكذوبة الكبرى من أجل أن يستخدمهم أداة لمشاريعه. العالم ارتكب حماقات بحق اليهود، ارتكب مجازر ضخمت جدا بحق اليهود، ويحكى عن ألمانيا وما جرى في الهولوكوست. طيب إذا أنتم ارتكبتم بحقهم لأنكم لم تطمئنوا لليهود لليهودي شايلوت ووجدت فيه عبء ونفايات وأردتم أن تصدروها إلى فلسطين، فبالتالي نحن ندفع ثمن هذا العالم الذي تخلص من يهود أوروبا على حسابنا، قال لك لننظف هذا المجتمع وبنفس الوقت يقوم بمهمات قذرة على حساب شعبنا وأمتنا. لكن الذي اليوم يضع الشعب الفلسطيني أمام الخطر الكبير لإلغاء حقه وهويته وتاريخه ومسح هذه الذاكرة هو النظام الرسمي العربي، متكئ على النظام الدولي. ولكن الأخطر من كل هذا أن تجدي حالة فلسطينية من قلب الوضع الفلسطيني تتاجر باسم فلسطين، تتحدث عن الواقعية الفلسطينية والواقعية السياسية، أن لا خيار أمام شعبنا وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد هو السلام. أي سلام ومع من؟ نحن عندما نتحدث عن الحق التاريخي بفلسطين بكامل فلسطين من الشمال إلى الجنوب، من رفح للناقورة ومن
البحر المتوسط من البحر إلى النهر، أي الحد نهر الأردن، يقولون لنا هذا الخيال، لا بل يوصف هذا الخيال بأنه خيال عدمي وخيال مريض. وبالتالي عندما تتحدثين عن استعادة فلسطين حربا على مبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذه قاعدة حقيقية، هذه قاعدة طبعا تحتاج إلى إرادة وثقافة وإعداد، عندما تتحدثين بذلك فأنت خارج التاريخ، خارج المنطق، أنت صاحبة اللغة الخشبية المعلقة بالهواء، هذا يقول لك انفصال عن الواقع. فبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم وبواقعية يعني يريدون أن يدخلون بالتيه، أن نكون نحن اليهودي الذي تاه في سيناء، أن نتيه بصحراء الربيع العربي، أن نتيه بهذا المناخ العربي المهزوم، أن نقبل به كواقع. أنه حل الدولتين أنه ليس بالإمكان أكثر مما كان، وبالتالي لا الواقع العربي ولا الواقع الفلسطيني ولا الواقع الدولي يسمح لنا أو يمكننا من الحديث عن حيفا واليافا ومفتاح البيت العتيق، هذا كبه بالزبالة، أي إلغي ذاكرتك واللي استشهدوا من بالعشرينات ومن عرب ومن فلسطينيين حتى عام 1967 هؤلاء دمهم ماء، أو أنه حسابات خاطئة، لأن التاريخ الذي يريدون لنا أن نبدأ به حياتنا وهويتنا ونبني عليه أرضنا، وهذا الحلم أنه كان حالة مرضية خيالية نلغي، يبدأ من عام 67، أنه حل الدولتين يقوم على أن فلسطين التاريخية التي احتلت عام 48 ليست لنا. يعني حتى مشروع التقسيم الذي رفضه العرب في 47، وكان النظام الرسمي العربي وليد هش ورفض، هذا تجاوز الزمن، لأن حل الدولتين لا يعطينا ما أعطانا إياه قرار التقسيم. قرار التقسيم أعطى 56% للصهاينة و 44% للفلسطينيين. قرار الأمم المتحدة إذا بدنا نتمسك فيه منقول لنعود إلى قرار الأمم المتحدة 181، حتى هذا كبوه بسلة المهملات، وهو قرار دولي لمن يتحدثون عن القانون الدولي ويتمسكون به كأساس للحل السياسي. الآن الدولتين، حل الدولتين ماذا يعطينا؟ يعطينا 22% من أرض فلسطين بالتنازلات والتبادلات، يبقي 18% من أرض فلسطين. تخيل التقسيم يعطيك 44. لا والتقسيم كان هناك بند يتعلق بالقدس بالتحديد، يعني نعم، والقدس مدولة، مدولة يعني بمعنى في حل الدولتين، نعم حل الدولتين، لا قدس شرقية وقدس غربية، هذا إلكو وهذا إنا. في قدس شرقية يعني فيها المسجد الأقصى وغيره، هذه تبقى لنا، أما التي احتليتوها هذه التي سطى عليها الصهاينة ب 47 تبقى لهم. في قرار التقسيم لا، إشراف دولي، هذه مدينة السلام وأرض الأنبياء وكنيسة القيامة وكذا وإلى آخره، والمسجد الأقصى تحت إشراف دولي. على كل حال حتى لا نستغرق بالتاريخ، نقول ماذا يريدون منا اليوم؟ يريدون منا اليوم تحت عنوان أن السلطة الفلسطينية تقول الخيار الاستراتيجي والوحيد الوحيد، ها يعني كفاح مسلح هذه إرهاب، لأن سلطة تتحدث باسم الشعب الفلسطيني تقول أن الخيار الوحيد هو السلام، إذا ماذا يعني أن نرمي حجر؟ لا أنا معلش بقول لك ارمي حجر، المقاومة الشعبية السلمية مسموح فيها على طريقة غاندي، مسموح فيها، وكأن هذا الاستعمار، الاستعمار كلمة جميلة، الاستعمار يعمر، كأن هذا الاستيطان، هذا الدمار الذي لحق بتاريخنا وبشعبنا يمكن الحديث معه والتفاوض معه وأن يقتنع بنا ويسلم بحقنا التاريخي وينسحب. هذا الذي لا يؤمن إلا بأن حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل. بالمناسبة طبعا لا أريد أن أشتت عندما نتحدث عن مسألة حدود
فلسطين وحدود إسرائيل. بكل الأحوال حدود فلسطين هي حدود الأمة. هذا الخيار الاستراتيجي الوحيد يجعل من أي شخص يفكر بمقاتلة العدو ويكتب لقتال العدو أنه هذا إرهابي يجب أن يحجر عليه. فبالتالي شعبنا الفلسطيني اليوم، لا أنا أقول بواقعية وموضوعية، استطاعوا أن يخترقوا عقول البعض، استطاعوا أن يوهموا البعض. البعض صفق للدولة، ودولة عضو غير مراقب، ليست عضو كامل العضوية. البعض رقص لهذه الدولة وأوهموا بأن هذه الدولة ممكن أن تكون مقدمة لتحرير أو العودة إلى فلسطين، رغم أن هذه الدولة وحل الدولتين يعني في القانون الدولي وفي قابل الأيام وقادم الأيام والسنوات إلغاء الثقافة والتفكير، وأي إنسان يفكر بهذا الحق سيطارد بتهمة الإرهاب ويلاحق ويقتل إذا كان مجرد أن يحمل هذه الفكرة. إذن عندما يقبل الشعب الفلسطيني واهما أو متوهما أو بالإيحاء أنه ممكن أن تكون هذه خطوة على الطريق، هذا بداية النهاية، وهذا يعني التطبيع العقلي. هي ربما خطوة على الطريق لكن طريق مناقض، يعني طريق الاندثار. وبهذا يكون العدو الصهيوني قد حقق حلمه، وحلم العدو الصهيوني أنه منعطيكم حتى دولة أو كيان وسموه ما شئتم، لكن مقابل ذلك يجب أن تعترف بأن إسرائيل هي وطن نهائي وكيان نهائي لليهود، يعني بمعنى الكيان اليهودي النقي عرقيا تمهيدا لي. وهذا عبر عنه نتنياهو مؤخرا عندما علق على موضوع تبادل الأراضي بالضبط. أنا المهم هو يهودية الدولة، وإلى أي مدى يتعلق هذا بجوار إسرائيل في هذه النقطة، وكيف تفكر الفكر الإسرائيلي فيما يتعلق بيهودية الدولة؟ هو الأخطر بهذه المسألة أنه في 1.5 مليون فلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948، هذا تمهيد لطردهم أنه هاي دولة يهودية، وهذول لاجئة يعني جالية عمال، يعني كأي عامل أنا أحق لي. حتى تخيل أنت كما ترحل السعودية العمال اليمنيين وهم عمال أشقاء، بقرار ترحل ملايين العمال اليمنيين، هذا بقول لك أنا يهودي وأنت ثقافتك معادية لي، أنا الأوان أنه خلص خلصت إقامتك عندي، انتهت هذه الإقامة، باي باي. فيا سيدتي بصراحة أخطر حالة، والسؤال اللي طرحتي أيضا من أخطر الأسئلة التي نواجه من خلالها واقع، إنه يتبع موضوع الدولتين وحل الدولتين تبادل أراضي، فإنه لم يقف الأمر عند حدود إنه مثلا نحن هذه الأرض الفلسطينية إنه حررناها، بمعنى إنه جاءت نتيجة انسحاب العدو الصهيوني بموازين قوى معينة فأعلننا إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية. لا، هذا فتات ما يقدم لنا العدو الصهيوني مقابل أن نتخلى عن حقنا التاريخي. كرمال إيش بده يعطينا؟ 18% والتبادل أراضي فلسطينية بأراضي فلسطينية إكراما للكيان الصهيوني الذي الآن يحكم ويتحكم، انه هذا الفتات خذوه وانتهت القضية. وهناك من يكتب ومن ينظر بالفكر السياسي ومن على أرض الواقع يحاصرنا بتاريخنا بحقنا، ويريد أن يفرض علينا انه ما إلكم مفر وإلا الموت والسحق وسفك الدماء وهدر دمكم، وانتم اللاجئين اللي عم تتفلتوا وبدكم حق عوده وما عوده، لا هو سنسحقكم هو وندمركم لسه في والا، لانه الخطوه يعني موضوع والا
لأنه التوجه للمخيمات بهذا العدوان كان واضحا في الفترة الأخيرة. ونحن نتحدث عن نكبة فلسطين والمشروع الأساسي الذي انطلق لمواجهة تداعيات هذه النكبة هو حق العودة، الحق الأصيل، الحق المقدس الذي لا يتنازل عنه الشعب الفلسطيني. اليوم لجان فلسطينية وفصائل فلسطينية تحدثت عن العبث بالقضية الفلسطينية والعبث بهذا الحق، حق العودة. ما علاقة ما يجري في المخيمات، مخيمات العودة في سوريا بالقضية الفلسطينية وتصفيتها؟ هذا متداخل مع ذاك، انه تفكيك القضية الفلسطينية، اولا فك القضية الفلسطينية عن امتها. المواطن السوري يقول هذا ما ارادوا الفلسطينيون، انه المواطن في أقاصي المغرب اللي لسه نبض حسه القومي لاعتبارات كثيرة لا تتعلق بجوار الإنسان، تتعلق بالثقافة والأنظمة السياسية التي تحكمه، يقول لك احنا بدنا نعمل ملكيين وفلسطينيين أكثر من الفلسطيني. فك ارتباط القضية الفلسطينية مع أمتها العربية والإسلامية، ويبقون لك من القضية الفلسطينية المسجد الأقصى. ويجتمع تجتمع منظمة التعاون الإسلامي وغيرها وكذا، إنه الموضوع موضوع القدس، القصة قصة الحفاظ على المسجد الأقصى. بس القدس تتعرض لاعتداءات الصهاينة ولا يحركون ساكنا، وهذا حدث مؤخرا يعني، والأقصى بالتحديد لا يحركون ساكنا، لكن عندما يتحدثون عن فلسطين يختزلونها بالمسجد الأقصى، وإنه هذه أرض المباركة كلها، المسجد الأقصى الذي باركنا ما حوله، ما حوله تمتد إلى بلاد الشام، هذا للمسلمين المؤمنين. نقول إن كان نبض الإيمان حقيقي في عقولهم وعباداتهم، والله أعلم، بس نحن نتحدث عن أفعال. يعني نحن يعني الله وحده يعلم ما في الصدور عندما يلتبس الأمر، ولكن الأمر واضح، سلوكهم وأفعالهم تدل عليهم. كما تفضلتي، فلسطين أقوال وأشعار وحكايات، والحكواتي لا أكثر يتحدثون عن أبنك حال الحكواتي. فلسطين أين؟ لكن فلسطين أيضا شعب الانتفاضات، كانت هناك انتفاضتان، الأولى والثانية أعطت زخما للمشهد الفلسطيني، قام بها الشعب الفلسطيني وقدم دماؤه. نعم معك حق، على مستوى الشعب الفلسطيني هذا الشعب منكوب عدة نكبات. النكب الأخطر، نحن نتحدث عن نكبة 48، في صار مارر على رأس الشعب الفلسطيني عشرات النكبات. العدو الصهيوني نكبة، احتلال فلسطين نكبة، نعم، كما كان حال الاحتلال الفرنسي للجزائر. لكن نكبة النكبات أن يتخلى العرب عن قضية فلسطين، نكبة النكبات أن يتخلى المسلمون عن قضية فلسطين، ذروة النكبة أن يتخلى فلسطينيون عن فلسطين باسم السلام، سلام الشجعان، باسم أن لا خيار أمامنا. من قال لكم أن هذه الأمة عاقر؟ أن لا خيار أمامنا إلا إذا سيادتك يا سيادة الرئيس فلان أو علان رفعت العلم الفلسطيني الذي لا معنى له إن لم يرفع على حيفا ويافا وكل أرض فلسطينية، رفعته في مقاطعة محاصرة. أي كيان فلسطيني، إن كانت غزة هي نهاية المطاف وهي إمارة الإمارات وهي دولة فلسطين، اختزال فلسطين نكبة النكبات، عندما يقبل بعض الفلسطينيين الخروج من فلسطين والقبول بما يمليه الواقع الدولي والواقع الإقليمي والهزيمة الرسمية العربية من كامب ديفيد إلى أوسلو، ليس هذا قدر الشعب الفلسطيني، ليس هذا قدر الشعب الفلسطيني. مثل ما تفضلتي، هذا شعب الجبارين، شعب الشهداء، هذا رب العالمين وعدوا بالانتصار الناجز البين، لكن على أن يعمل ويقاتل ويجاهد، مش أنه نسترخي ونستريح، أنه رب العالمين وعدنا. أما الذي يريد أن يوعدنا ووعدنا من وعد بلفور إلى وعد حمد أن هذه الأرض، هذاك وعد اليهود وهذا يريد أن يوعدنا أنه هذا لكم
وهذا ما ارتضاه لكم وفد الجامعة العربية، وهذا ما قبلت به الجامعة العربية، وعليك أيها الفلسطيني أن تقبل بما يمليه الواقع العربي. فأعود لك لأقول لكن هنا ما موقع الجامعة العربية بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين؟ لأنه مؤخرا عندما حدثت الاعتداءات في القدس وما قام به المستوطنون، يعني قال نبيل العربي إن يعني بالضبط كانت عبارة الجامعة العربية ليس لديها أي صلاحيات ولا قوة لوقف أي شيء بالنسبة لإسرائيل. يعني ألا يتعلق هذا بالقضية الفلسطينية؟ فإذا هي كيف على أي أساس هي تقرر وتتدخل بالقضية الفلسطينية؟ هذا يذكرني عندما قال حمد نحن كالنعاج لا نملك الإرادة السياسية لمواجهة العدو. هذا لا يعفي أن تقول أنك زاني، لا يعني أنك شريف، لا يعني أن تقول أنك اضطريت في الدراما المصرية أو حتى في الأدب المصري اللي سوقوه في السينما، قدموا للمشاهد العربي ما يسمى بالمومس الفاضلة، انه يعني يا بي انه ظروف الحرمان وعدم الامكانيات اجبرتها على ان تسير في طريق الرذيلة وان ترهن جسدها. هذا يعني المومس الفاضلة، معليش معفية لانه ما في، ويتجاهلون يقفزون عن المثل العربي اللي بيقول تموت الحرة أو تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. فثقافة المومس الفاضلة وأنه أنا يعني نحن كالنعاج لأنه لا نملك القدرات أو الإمكانيات لقتال إسرائيل، أنت نعج بإرادتك، أنت نعج بخيارك، أنت ارتضيت أن تكون قاعدة للأمريكيين، أنت ارتضيت أن تكسر ظهر الفلسطينيين وأن تتمسح بهم وأن تقيم قمة مجزوءة في الدوحة يوم العدوان على غزة لتتمظهر بأنك تحت هذه العباءة العفنة تعمل من أجل فلسطين. أنت تذهب إلى الضاحية لتشتري مجدا بعد حرب 2006 ببضع أو حفنة من الدولارات. أنت تذهب الآن إلى غزة، تذهب إلى غزة وكأننا متحف أو أصبحنا فلكلور لتتفرجوا علينا وتغسلوا آثامكم بقضيتنا. فهذه إرادتهم، هذا ارتضى واختار هذا الطريق لأنه خيار الآخر مكلف. قضية الفلسطينية نعم عبء، عبء ثقيل. قضية الفلسطينية من يريد أن يعمل من أجلها هذه قضية أمة. من اليوم يعمل حقيقة من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية؟ من هم الحلفاء الحقيقيون للشعب الفلسطيني؟ من وضع مقدرات شعبه في مواجهة الصهاينة؟ من يقول لشعبه أن الكرامة الحقيقية، أن الحرية الحقيقية عندما يسقط هذا الكيان الصهيوني، عندما نهزم هذا العدو، أن الكرامة الحقيقية ليست بالخبز، ليست بالرفاهية الاقتصادية، ليست بأن يكون عند كل قطري 3 خدام. القطر 300,000 مواطن، في قطر 1,300,000 نسمة، كل قطري عنده 3 في خدمته. ولكن أي كرامة؟ أي كرامة لرغيف الخبز وهو مغمس بالذل؟ أي كرامة وأنت مرتهن بقرارك السياسي ومرتهن حتى الدخول لغرفة النوم تحت الإواكس والتنصت؟ أنت لست حر حتى في مخدع الزوجية. فيا سيدتي، اليوم من يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي؟ اليوم من يجابه هذا التصحر والخراب العربي؟ هذا من يقف مع فلسطين، لأنه مطلوب تدمير هذه الأمة، تحويلها كلها إلى حظيرة نعاج وخنازير. توقف مد النعاج هنا لأن هذا الشعب قال لهم هذه سوريا يوسف العظمة، هذه سوريا صالح العلي، هذه سوريا يوسف الأطرش، سلطان باشا الأطرش، هذه سوريا حظ الأسد، هذه سوريا بشار الأسد الذي دعم المقاومة وأعطى المقاومة وحمى المقاومة، ولولاه ما حققنا الانتصار في غزة. هذا في الذاكرة القريبة، هذا الانتصار الذي حصل في تموز 2006، هذا الذي جاءنا من روح حرب تشرين،
التي تآمر عليها السادات من بطولات هذا الجيش، من بطولات هذا الوطن. هذا الذي يقف مع فلسطين، هذا الذي يقف مع فلسطين. هؤلاء الأخوة في إيران الذين لأنهم رفعوا شعار فلسطين طهران اليوم وفلسطين غدا، هؤلاء الذين قدموا لقضية فلسطين، دعموا كل المقاومة الفلسطينية وخصوا حركة حماس بما لم يخصوه بنا، أعطوا حركة حماس كثير، خدنا بإيران وليش وهون بسوريا؟ إحنا إذا عطينا شيء مش من الجمل دانو شعرة. سيد الرئيس قال لنا وأذكر، قال لنا ما قدمناه لحماس لم نقدمه لكم وللآخرين، أخذوا كل شيء على أن يقاوموا تحت عنوان ومن أجل الكفاح. الكفاح تحت عنوان طبعا والمقاومة، لكن ما الذي يجري حقيقة اليوم فيما يتعلق بهم؟ ما هو قلنا هذا المشهد، أنه أن تخترق فلسطين من الداخل، أن يحاولوا إسقاطنا من الداخل، أخذ الشباب الفلسطيني. الشاب الفلسطيني اليوم يغلي دما وغضبا وبروح العقيدة والإيمان أن هذه الأرض لنا، أطفالنا، لكن هناك فئة من الناس تمكنوا من اصطيادها، من إيقاعها بهذا الفخ وتسويق الوهم على قاعدة أنه حل الدولتين. هذه الأرض لنا، هذه الأرض لنا، هذه كل ذرة تراب فيها لنا. واللي بقول أنه عم نخرف وجنينا فليقول، إذا كانت جنون أن نقول ليس فلسطينيا وليس عربيا وليس مسلما من يتنازل عن ذرة واحدة من تراب فلسطين، فليقولوا عنا ما شاءوا. إذا كنا غير قادرين اليوم على أن نحرر هذه الأرض نتيجة هذا الواقع الرسمي العربي المهزوم، فلندافع عن ثقافتنا، فلندافع كما تدافع سوريا وتتحدى وتقاوم بكل الأشكال حيث تستطيع. اليوم لم تفتح جبهة الجولان، استطاعت أن تفتح جبهة في لبنان، أن تقدم لشعبنا في فلسطين ما يقاوم به وينتصر، وعندما حانت اللحظة قاوموا، تستدعي كل هذه الأمة لتقاوم معه. لكن شعبنا الفلسطيني رغم هذه الآثام ورغم الذين أخذتهم العز بالإثم من بوابة التعامل مع الأمر الواقع، نقول هذا شعبنا يرفضه، هذا شعبنا يقاومه، هذا شعبنا لا يمكن أن يقبل فيه. هذا شعبنا اليوم الذي صمم على العودة إلى مخيم اليرموك وعار الصدر. هذا الشعب شعب عملاق، لماذا يريد أن يعود إلى مخيم اليرموك؟ ليس لأن المخيم اليرموك قطعة من فلسطين، هذا خزان العودة، هذا يجب أن يعود إلى أهله بذاكرته بتفاصيله، هذا المكان الحميم الذي من خلاله يشكل قاعدة ارتكاز لفلسطين. مخيم اليرموك حوله مقابر الشهداء بالآلاف الآلاف بعشرات الآلاف، هذا ذاكرة، أرادوا أن يهزموا الذاكرة. نعم، لكن أستاذ رجاء، المشهد اليوم، يعني المشهد اليوم الذي رأيناه على الشاشات والذي أثر وجدانيا بكل من شاهده، هذا الشعب الفلسطيني الذي تفضلت بالحديث عنه والذي تعرض للتغريبة الأولى والذي يريدون له أن يشهد تغريبات ربما في معسكرات العودة، الرصاصة التي سمعناها اليوم تطلق عليه، هل هي ذات الرصاصة التي أطلقت عليه عندما كانت التغريبة الأولى؟ أنا اليوم كنت في هذه المسيرة على مداخل مخيم اليرموك، لم يغضبني إطلاقا ويستفزني مشهد مثل حال كل الناس أكثر من هذا الرصاص الإسرائيلي الذي كان يطلق على نسائنا وأخواتنا وأطفالنا من قلب مخيم اليرموك، من هذه العصابات التي سفكت وسفحت كرامة الفلسطينيين، هذه العصابات اللي بعثرت أحلام الناس، هتكت الأعراض، سرقت، دمرت، أحرقت، واليوم تستبيح المخيم. فلسطيني جاي بده يفوت مش حامل سلاح، بده يستأنس ببيته، بده حياة كريمة حتى يتابع قضيته. هذا المخيم ذاكرة، هذا حاضنة وقاعدة للانطلاق من أجل فلسطين. هذه المخيمات
في حالة من الأمن والأمان والطمأنينة، وخرجت آلاف المقاتلين، عشرات آلاف المقاتلين، قدمت الشهداء في حضن هذا الوطن، كانت آمنة وادعة. 65 سنة هون يشعر الفلسطيني بالأمان، بالراحة، أنه قريب لفلسطين، أنه قريب لأرضه، أنه في من يجبر خاطره، من يقدم له، من يتقاسم معه رغيف العيش، من يشارك آماله، أحزانه، آلامه ويدعمه. هذا الفلسطيني يشعر أنه قريب إلى برتقال حيفا ويافا، يتنسم هواؤه من خلال هذا البلد الحر بما يقدمه له. لماذا لم تتبعثر هذه المخيمات إلا بالأمس؟ كل عمره قواعدنا هون، معسكراتنا القتالية هون، لمبارح كانت حماس هون معززة مكرمة قبل منا، احنا اللي ولدنا هون، انا ولدان بمخيم درعا هون بسوريا. والله العز اللي شفناه لحماس وللجهاد الإسلامي وغيرهم من التنظيمات ما شفنا هذا الكرم والإكرام، إكراما أن دماء جديدة قد دخلت الساحة. أين هم الذين يتحدثون عن سفك الدم الفلسطيني؟ من الذي لا يريد عودتهم فقط؟ هل فقط الكيان الصهيوني وهذا المشروع؟ لأنه مع هذه العودة، وهي مخيمات العودة، يعني العودة الأساسية هي لوطنهم وأرضهم فلسطين، صعدت التصريحات التي أطلقها إسماعيل هنية فيما يتعلق بمخيمات العودة. أكثر مرارة ظلم ذوي القربة، إن كانوا من ذوي القربة، أكثر مرارة هذا الظلم، هذا اضطهاد لشعبنا الفلسطيني، لقضيتنا الفلسطينية. ما يا سيد هنية، اجيت على الشام واستقبلوك على أكف الراحة هنا في دمشق، وشفت دمشق وشفت الشعب السوري، وأنت تعلم أن عصب المقاومة وقوة حماس التي قاتل بها شعبنا في غزة للإسرائيليين وأفشل مخطط سيفيليفني اللي اجته من قلب القاهرة لتضرب المقاومة، وقالت أنا ذاهب لأغير المعادلة الأمنية في غزة من قلب القاهرة، ما كنا يمكن أن ننتصر على هذا العدوان وعلى هذه المعادلة الإسرائيلية بدون سوريا وسلاحها وإرادتها، بدون حزب الله، بدون إيران. هل معقول؟ هذا كلام غير مسؤول، وهذا حس غير مسؤول. هذا الكلام هذا يسيء إلى شعبنا وأساء إلى شعبنا. أنت تعلم من هم الذين الآن في مخيم اليرموك؟ لم نسمع منه حرف على العصابات التي استباحت أمننا، قهرت شعبنا، عملت على إذلاله. اللي جرب مخيم اليرموك خطير لأنه يمس العودة وحق العودة. حق العودة مين؟ مش كلام معلق بالهواء، هم الناس، الناس اللي بيحلموا بيناموا وبثقافة المقاومة، وهنا قاعدة المقاومة، هنا ثقافة المقاومة، هنا تتلمذت الناس والأجيال وشعبنا بهاي الروح. بالأمس بال2011 بذكرى النكبة، بمثل هذه الأيام اندفع الشباب الفلسطيني عجبة الجولان، عشرات الجرحى والشهداء بذكرى النكبة والنكسة في ال2011، بصدورهم العارية ذهبوا إلى الحدود وأطلق العدو الرصاص عليهم لأنهم أرادوا العودة أو التعبير عن حق العودة، هذا أرهب اليهود، فأرسلوا لنا عناصر الموساد ليدمروا المخيمات من الداخل. لماذا دمرت المخيمات من الداخل؟ أنه أنتم تأتون وتحملون ثقافة وذاكرة العودة، هذا الجيل الذي قلنا عنه الجيل الرابع بعد النكبة، الجيل الخامس قلنا عنه انتهى، أصبح خارج التاريخ والثقافة والجغرافيا، يعود وبصدر عاري ليقول للعدو الصهيوني نحن قادمون، فأطلقت النار واستشهد من استشهد. فهذا عقاب للشعب الفلسطيني، أرسلوهم لنا الذين يقاتلون ويقتلون من الشعب السوري، ونحن جزء من هذه المقاومة، جزء من هذه الثقافة، جزء من هذا النظام السياسي المقاوم، نحن جزء منه، شعبنا جزء منه، نسيج متكامل ومتداخل.
فأتوا إلى مخيم اليرموك دمروا. أنت تعلم يا سيد هنية أن من هم في مخيم اليرموك هم عملاء الموساد، هم جبهة النصرة، إلا إذا كانت جبهة النصرة تتكامل معك في الفكر السياسي. هل أنت تدافع عن جبهة النصرة بهذا الأمر؟ هل الجيش السوري الذي اليوم سهل عودة الناس هو الذي يسفك دم الفلسطينيين؟ السيد هنية قال سفك دم الفلسطينيين على يد الجيش السوري، وتحدث عن مخيم اليرموك، مخيم حندرات، مخيم درعم. سفك دم الفلسطينيين في هذه المخيمات. لماذا؟ فقط هاي المخيمات اللي دخلت لها العصابات صار فيها شهداء وجرحى وتهجير. طيب السيد اسماعيل هنية إن كنت تسمعني أو إن كان يسمعني من حولك، لماذا هذا الأمر سفك الدماء مش موجود والتدمير والتهجير بمخيم حماة؟ لأن الجيش العربي السوري يحمي هذه المخيمات، لأن الآن الشعب الفلسطيني يعي ما يجري من حوله، وهنالك ناس وشباب في قمة اليقظة والجاهزية. لكن إن تكالبت عليه تلك العصابات نتيجة خلل أمني ما، قد يجتاحوا هذا المخيم، بس هذا المخيم آمن والناس تعيش حياة طبيعية. ليش؟ مخيم حمص لأنه خارج سطوة وسيطرة العصابات، لأن الدم الفلسطيني لم يسفك في مخيم النيرب. ليش؟ لأنه يحمي الجيش العربي السوري. مخيم حندرات اللي بعيد شيء 3 كيلو عن مخيم النيرب شمال حلب الآن مدمر، وقتل العشرات واختطف العشرات من شعبنا، لأنه في عصابات إرهابية أدوات الموساد وجبهة القاعدة جبهة النصرة كت مخيمات استباحها القتلة. هذه المخيمات يا سيد هنية التي جرى فيها القتل، مخيمات الأخرى آمنة. هذه معادلة فيزيائية مادية واضحة لأعمى البصر والبصيرة أن يستيقظ. أما أن يقول أن الجيش السوري هو الذي سفك دمنا، لا، هذا يعني أعتقد أنا أن حماس ومن لديه إحساس بشعبه ومخاطر هذا الكلام على شعبنا الفلسطيني وعلى قضيتنا وعلى شعبنا الفلسطيني في سوريا عليه أن يرد عليه. أنا يعني أتساءل، هل السيد هنية أو الشيخ هنية، لأنه هو يعني بتعرفي وخطيب جامع شيخ جامع ليس على طريقة الدكتور العلامة البوطي، يعني للناس مقامات وثقافات وحدود، نسأله هل استشار مثلا الأخ أبو خالد محمود الزهار أبو الشهيدين؟ هل استشار مثلا يعني عمل جوجل سأل أبو مرزوق والآخرين والعالم؟ هل هذا رأي حماس كاملة؟ يعني أنا أشك، هنالك ناس داخل حماس تيارات في مقاتلين على الأرض استشهدوا ومستعدين يستشهدوا بوجه العدو الصهيوني. أما من يظن أنه بهذا الأمر يعني يمكن أن يكسب وأنه بقدم أوراق اعتماد للآخرين لكي يطوبوه أميرا، لا هو واهم، لأنه غزة لا يمكن أن تحقق لنا العودة إلى فلسطين وحيدة. هذا يجعل من غزة، هذا يريد عزل غزة عن قضيتنا، نحن لا نقبل. هذا ينأى بغزة عن فلسطين، فلسطين بحاجة لغزة، وغزة بحاجة لفلسطين، بحاجة للضفة، والنقب بحاجة للجليل، كل فلسطين ككل. يعني لا أحد وهذا يتماهى مع مخطط صهيوني بالنهاية. يعني إن كان يظن أنه فوق أرض غزة قد تحرر وأنه من بوابة غزة خلاص انتهت هذه قضية فلسطين، أنت كيف معركتك مستمرة؟ بكرة العدوان الإسرائيلي مستمر، أنت ماذا يمكن أن تحقق بدون سوريا، بدون هذا الظهير الذي ليس ظهيرا، يقاتل أمامك، يضحي أمامك، يدفع الضريبة بالنيابة عنك. أنت شو ممكن تمثل بغزة؟ بكرة إذا الإسرائيلي استفرد بغزة وسوريا قالت على طريقة الآخرين
ما دخلنا. طريقة العربي اللي سألتيني عنه قال نحن لا نستطيع. إذا ليس كان لدينا صلاحيات. ليس لدينا صلاحيات. أنت لديك ليس لديك صلاحيات لأنك لا تريد. أنت غير قادر. نعم أستوعب ذلك. لكن لديك ليس لديك صلاحيات. من تأخذ قراراتك وتعليماتك؟ نطق بالحقيقة وإن كان يعني زلة لسان يبدو، بس هذا واقع الأمر. هم ليس لديهم صلاحيات، الصلاحيات من عند أمريكا. لكن أقول بالعودة لهني، غزة بحاجة لسوريا. المعركة لم تنتهي، هذا صراع طويل، هذا صراع طويل. من ظن أن الخروج من سوريا يعني أنه قادر أن يقاوم وحيدا، نحن بحاجة إلى كل هذه الأمة مجتمعة. وخير من في هذه الأمة اليوم في الميدان على أرض الواقع يقاتل، يقدم الدم، يقدم الشهداء، هذا الجيش العربي السوري، هذا الذي سيعيد الأمن والأمان إلى أيضا هذه المخيمات. مش التصريحات العنترية وبالدب الصوت للعرب أنه يقول أين النظام العربي. النظام العربي اللي عم بيبيع قضيتنا الفلسطينية. أنت الذي ذهبت إلى الدوحة، الدوحة بدها تعيد فلسطين. يعني يا أخوان والحديث، يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع أنه طيب دمشق تاريخ، دمشق حقيقة، مقاومة على الأرض لم تغير لم تبدل. أنت تذهب إلى الدوحة، الدوحة معروفة شو يعني، الانتقال من دمشق إلى الدوحة، الدوحة خيار سياسي. أنت تذهب إلى عمان، عمان خيار سياسي. من سيقدم لك مقومات الاستمرار في المعركة إن كنت مؤمن أن العودة إلى حيفا ويافا حق، وهذا الحق لا يتحقق إلا بالمقاومة؟ نعم. ولنعود إلى هذا الكيان، لنعود إلى هذا الكيان، الكيان الصهيوني، وبالحديث عن النكبة وأيضا انطلاقا من حق العودة. نعم. هذا الكيان كان دائما لديه قلق وجودي من كل فلسطيني من كل عربي، وقالت جولدا مائير أنه كل ما ولد طفل فلسطيني تشعر بالقلق على مصير إسرائيل، وكان وقتها اللاجئون الفلسطينيون خارج فلسطين يعني حوالي 1.5 مليون، اليوم حوالي 7 ملايين على ما أعتقد، بين 7 و8 ملايين. أين هذا القلق الوجودي الإسرائيلي اليوم؟ إلى أي مدى تعاظم سواء من هؤلاء المتواجدين في مخيمات العودة، خاصة بعدما رأى منهم كيف عادوا بصدورهم العارية إلى فلسطين، فما بالك عندما يعودون بالمقاومة ويفتح لهم باب المقاومة؟ يستي لدي نص من مذكرات بن غوريون عام 1938 يقول إنني مع الطرد الإجباري، لا أرى شيء غير أخلاقي فيه. وحول خطة 48 لطرد الفلسطينيين كما جاءت على لسانه أيضا، إن الأوامر جاءت مع وصف دقيق للأساليب التي تستخدم لطرد الناس عنوة: التخويف على نطاق واسع، محاصرة وقصف القرى والمراكز السكانية، إشعال النار في المنازل، الطرد، الهدم، وأخيرا زرع الألغام بين الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة. هذا كان في البداية. فالآن ماذا زرعوا لنا؟ الآن زرعوا لنا أنظمة تمنعنا من العودة، زرعوا لنا أنظمة ممنوع على الفلسطيني أن يمر من جبهة الأردن. نحن دعونا إلى، تفاعلنا مع هذه الدعوات ومع تفعيل وضع جبهة فتحة نار الدنيا علينا، لأننا قلنا يجب أيضا ممارسة ضغط شعبي لفتح جبهة الأردن. في 2.5 مليون فلسطيني في الأردن ممنوع أن يعبر عن هويته وعن حقه، تقعد تحت مظلة الملك وسياسة الملك وثقافة الملك، وغير هيك بينسحب منك جواز السفر واذهب كما فعلوا بمشعر، ما طردوه 13 سنة وهو يبحث عن مأوى. لا، بحث كثيرا عن مأوى، لكن 13 سنة وأنت في حاضنة المقاومة، وعند أول مفرق، عند أول مطب، عند أول إحساس بأن
هنالك خيار آخر، وهنالك الإسلام السياسي الذي أتى على منصة الإخوان المسلمين. ذهبتم وغادرتم وإلى أين؟ في الأردن انطردت حماس، انطرد خالد مشعل و 13 سنة هون من العز والمقاومة. شعبنا هناك أي واحد قالوا في السيد إبراهيم غوشي ناطق رسمي كان باسم حماس، قالوا تقعد بالأردن أهلا وسهلا بس بتبلع لسانك أو منقطعه. وحقيقة أنه بتيجي زيارة، قالوا له السيد خالد مشعل توفت أمه تسكن الأردن، بتيجي على الأردن أي أهلا وسهلا بس ثلاث أيام العزاء وما بتغادر هذا المربع لأسباب إنسانية. باطل. بس بسوريا الصواريخ المتفجرات الأمان كل شيء في خدمتكم، الكنائس الجوامع الهبات التبرعات. والآن هذه الأنظمة وجدت ثغرة بالجسد الفلسطيني لتقول أنه من يريد أن يمارس السياسة من بوابة الآن الربيع العربي أهلا وسهلا. ففتحوا الطرق للفهم السياسي الجديد إلى الثقافة السياسية أو الفكر السياسي الذي الآن يعني بدأ في الساحة الفلسطينية. تجد في شيء من التناغم بين تيارات معينة من حماس والسلطة. فالألغام التي زرعت اليوم بجينا عم تنزرع هي الأخطر، أنه هذا الربيع هو خاتمة المطاف، هذا الربيع يجب أن يمهر بختم مبادرة السلام العربية. فذهب وفد السلام العربية ليغطي هذه التنازلات اللي إجت من خلال اتفاقيات أوسلو بالعباءة العربية وتبادلوا الأراضي. ما عندنا مشكلة لا، لكن وقبل حاول التخلص مما لحق بالمبادرة العربية فيما يتعلق بحق العودة، يعني على غير رأيهم على غير إرادتهم. لا انتهى، هم بيعرفوا أنه آخر ورقة والورقة الأخطر هي حق العودة. فقلنا ماذا جرى بمفاوضات أوسلو في موضوع حق العودة؟ أنه كان تم التفاوض أنه برجع له 100,000 فلسطيني أقصى ما يمكن على الدولة الفلسطينية اللي يوافق عليها اليهودي بمنحها لهذه السلطة على 18% من أرض فلسطين. اللي بده يرجع بيرجع على هذا الكيان المسخ، هذا هي. أما عودة وحق عودة، هذا التفاوض على حق العودة، وبالتالي علينا أن ندمر 7 ملايين لاجئ فلسطيني بإذلالهم وتهجيرهم خارج فلسطين. هذا الذي جرى بهذا الأمر. فالمغافر اللي وضعت والمتاريس التي وضعت في وجه القضية الفلسطينية هي اليوم اللي يمارسها هذا النظام الرسمي العربي، ويتقاطع بصراحة مع النظام الرسمي بين قوسين الفلسطيني. وأنا لما قلت أنه يجب أن نكون واقعيين، استطاعوا أن يخترقوا قسم معين، أن يطبعوا فئة معينة، أن يأخذوا كم لا بأس به من الناس. يعني اليوم يخرج الكثير من الإعلاميين والسياسيين والكتاب كتب كتبوا ومقالات كثيرة أنه بات على الفلسطيني أن يذهب إلى التوقيع النهائي، وإحنا هذا ما نتحدث به باعتبره كفر وإرهاب. على الفلسطيني اليوم أن يستفيد من بين قوسين ما يسمى بالربيع العربي ويقيم التسوية النهائية مع الإسرائيليين. هذا تحت أي عنوان نضعه؟ هل تحت عنوان أنه دائما المخططات الصهيونية وجدت من يروج لها سواء بين العرب ربما بين الفلسطينيين وعالميا؟ هذا نضعه بصراحة تحت هذا المستجد لكل المنطقة اللي نجح الأوروبيون وأمريكا والإسرائيلي في إدخاله إلى قلب المنطقة. هذا هنري ليفي، هذا عمليا مفهوم الشرق الأوسط الجديد،
هذا عمليا الدخول المباشر للعدو الصهيوني لتفتيت قوى المقاومة، فهي حرب عالمية جديدة على القضية من بوابة تدمير قلعة المقاومة. بالتالي نحن ما نشهد، ولعلنا نختم بهذا الجانب، نعم، موضوع الدخول المباشر للعدو الإسرائيلي طبعا بعد الدخول، نعم، عبر الأدوات والعدوان الذي تم على مواقع في دمشق، وصدى هذا العدوان، وكان هذا العدوان أيضا ترافق مع عدوان على القدس على الأقصى، وبالتالي يعني كان نفس الصدى، يعني لم تكن هناك إلا ما ربما يحفظ ماء الوجه من بعض العبارات. هذا حصيلة برنامج بعيد، يعني هو لم يكن ابن ساعته. صحيح العدوان على سوريا منذ عامين ودخلنا في العام الثالث، إنما يعني سبقته كثير من الظروف، سبقته كثير من المقدمات، جرى بالنهر كما يقال أشياء كثيرة كلها كانت تهيئ وتخطط إلى توجيه الضربة القاضية لسوريا. كانوا يظنون أنه الآن آن الأوان أنه لتوجيه الضربة الكبرى لسوريا. هم أصابهم الذهول، الخيبة، الكآبة، الإحباط. يعني إذا بدنا نسمي الكآبة والإحباط اليوم، اقرأيها على وجه حمد، اقرأيها على وجه هذا اللي يسمي حاله العربي، اقرأيها على وجه أردوغان، على وجه المسؤولين الصهاينة. الكآبة اليوم تحيط بهم، حالة الإحباط اللي عم يتخبطوا فيها. يعني بدأت تستمع إلى تصريحات متناقضة بين يوم وآخر. هذا اللي كان مرسوم لقضية فلسطين من خلال أخذ وضرب سوريا وتفكيك سوريا. يعني كان هناك دائما تصور أو تخيل، هل ستقوم إسرائيل بحرب على سوريا تقليدية كبرى بعد أن فشلت في لبنان ودحرت في لبنان، بعد أن أيضا اندحر الاحتلال الأمريكي من العراق، بعد هذا الانتصار اللي حققه شعبنا في غزة. طيب رأس الرمح قاعدة المقاومة، حاضنة كل شيء، يعني من يشاغب عليهم، من يربكهم، من يصعد هذه الحالة في مواجهة هذا الانهزام والانحطاط الرسمي العربي هي سوريا. إذن فلتكن الحرب على سوريا. جاءت الفرصة مواتية على أيدي هذا السخام والخراب والتصحر العربي، فهيئت كل المقدرات، كل الإمكانيات، كل وسائل الإعلام، كل خبراء الحروب وعلم النفس، ووضعت الاستراتيجيات والتكتيكات، وكانت تدار المعركة ساعة بساعة، لحظة بلحظة، بالعقل الاستراتيجي وبالعقل الذي يدير لهم المعركة في العتيبة، في باب عمر، في كل زاروب. القمر الصناعي يصور، يصدر التعليمات، يرسلون الأهداف المنتخبة المنتقاة بدقة. هذه نقطة عصب حساس في مفاصل الدولة السورية. اذهبوا اغتالوا هذا العالم، هذا الضابط، فجروا في النقطة الفلانية. تفجيرات طائفية، يعني كثير من التفجيرات حملت صبغة طائفية، اقتلوا في هذه القرية، ارتكبوا مجزرة طائفية في هذه القرية، كله ضمن برنامج له أبعاد سياسية، له أبعاد نفسية تنعكس على الروح المعنوية، تخرج المكبوت، تؤجج الفتن، وتعمل على غريزة القطيعة في هذا الشأن. فوجئوا، صدموا أنه الأهداف التي حددها الموساد باستهداف مثلا أسلحة نوعية، صواريخ نوعية، الصواريخ المضادة للطائرات، ذهلوا، اجتاحوا هذه القرية، لم ترد في وعي. بدهم طرف آخر، بدهم ساحة صراع، طرفين يقتتلان من طائفتين، لم يجدوا ذلك، فجزروا وقتلوا. اذهبوا اغتالوا هذا المفكر، هذا الإعلامي، اقصفوا هذا المركز الإعلامي، بثوا الرعب، اجعل الشعب السوري يعيش حالة قلق.
حالة خوف. هذا الشعب لا يمكن أن يكسره إلا القلق والرعب والخوف، لأنه الحرب في جانب كبير منها حرب معنويات، حرب إرادات، الحرب النفسية. يعني الطابور الخامس، عملية شو الطابور الخامس؟ الطابور الخامس كما تعلمين في الحرب الأهلية الإسبانية في كان 5 طوابير، 4 طوابير تتقدم لاجتياح مدريد عام 1937. الإسبان الثوار ماذا فعلوا؟ أنه اعتبروا أهم طابور من يوم ما أطلق الطابور الخامس هو الذي يعمل على الجبهة الداخلية. زرعوا الطابور الخامس، الفتن، الشائعات، الداعية، الدعايات، لم يبقوا حرب إلا واستهدفوا في رمزية السيد الرئيس. حاولوا بكل الوسائل تشويه هذه القامة العربية القيادية المقاومة العليا، يجب تشويهه. كما أيضا شنوا حرب شعواء على السيد نصر الله، من نصر الله الذي وضعت صوره في القلوب وفي صدور البيوت إلى حرق هذه الصور ودوسها، شتيمة الشهداء. السيد أحمد جبريل مقاوم، ليس هنالك فتر أو شبر من أرض فلسطين، لا، إلا وسار به وقاتل وأذل العدو، ونحن على أبواب ذكرى استشهاد نجله قائد العسكري في الجبهة الشعبية القيادة العامة جهاد. اغتالوا الصهاينة في 2005 للشهيد جهاد، ردا على العملية الكبرى التي قامت بها الجبهة الشعبية القيادة العامة بتبادل الأسرى. أطلقنا فيها، أذكر السيد هنية الشيخ أحمد ياسير، أخرجناها، أخرجت الجبهة الشعبية القيادة العامة بمبادرة الأسرى، هو طبعا 1150 أسير من سجون الاحتلال بعملية الجليل عام 1905 التي يذكرها الجميع، نعم، ب 20/5/1985. رد الصهاينة على الجبهة الشعبية القيادة العامة بأن اغتالوا القائد العسكري جهاد جبريل ب 20/5/2002 بذات التاريخ. لماذا؟ عندهم ذاكرة، نعم، يواجهون بها، وهذا يوضح طريقة التفكير التي يفكرون بها، والحديث يطول حول هذا الموضوع. نحن في هذا الشأن نقول، في ذكرى النكبة، نكبتنا بالنظام الرسمي العربي، في ذكرى النكبة نكبتنا بالمفكر والمثقف والإعلامي والرسمي الفلسطيني الذي يساوم على شبر أو ذرة رمل بفلسطين. ذكرتنا ونكبتنا بمن ينسى التحالفات ومن أدار ظهره لسوريا، هذه نكبة حقيقية. لأن هنالك من بدأ يقول أن الشعب الفلسطيني جحود يأكل وينكر، الشعب الفلسطيني بلا ذاكرة. لا، الشعب الفلسطيني شفتوه مخيم اليرموك وهو يهتف لسوريا وهو يريد أن يعود إلى مخيمه من أجل أن يتابع طريقه إلى فلسطين. لكن هذه النكبة، ما دام هنالك ذاكرة يقظة، ما دام هنالك أجيال حرة، ما دمنا نربي أجيالنا، إن كنا غير قادرين فلن نسقطكم في وحول هذا النظام الرسمي العربي، لن نسلمكم ليقودكم النعاج. ستبقى ثقافة المقاومة وراية المقاومة، والشهداء هم رايتنا، هم ثقافتنا، هم خبزنا وملحنا وصبحنا وليلنا، رغم كل ما يجري ورغم كل ما سوريا بخير ففلسطين بخير. لأن سوريا بخير معنى ذلك أننا معا، وبهذا الجيش العربي السوري هذا الوحيد اللي له شرف أن يرفع راية الحرية الحقيقية فوق أرض فلسطين. لا يشرفنا لأي نظام رسمي عربي أن يتحدث باسمنا، أن يفاوض باسمنا، أن يتحدث باسم فلسطين. سوريا الوحيدة التي يمكن أن تنطق وتنطق باسمنا. لذلك دمنا فداء لهذا الوطن، أرواحنا فداء لهذا الوطن. ونقول لسوريا وفي ذكرى النكبة، نقول لسوريا في ذكرى النكبة أنكم قد
بلسمتم جراح شعبنا. هذا الشعب سيرد، ليس الجميل، سيرد الواجب. والله أي مساس في أي شبر من أرض سوريا، صدقوا أن الروح الاستشهادية للشعب الفلسطيني، يعني البعض لأنه يتحدث أنه الدخول على يعني كيف يمكن أن يقاتل الفلسطيني الجانب سوريا، أن يقف واعيا لطبيعة المؤامرة، هذا موقف. لكن نعم. يقف عندما يدخل الخطر المباشر. صح. الإسرائيلي سنقاتلهم كما يقاتلهم ويقاتلهم الآن رجال الجيش العربي السوري. نخطب بهذه العبارة من نعم. روح عز الدين القسام. نعم. روح عز الدين القسام هي التي تسري فينا، هي التي تسري فينا، وبالكتائب المقاومة، كتائب عز الدين القسام تقاتل بروح عز الدين القسام. صحيح. وليس بروح من يتهم الجيش العربي السوري في أعز قضايا قضية فلسطين. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنور رجاء المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، شكرا جزيلا لك. أهلا. كما نشكر لكم حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام، بأمان الله.